إذا نسمع التكبيرات أحمد، يعني هذا الاقتحام هو اقتحام تمكيلي بكل معنى الكلمة. الأهالي هنا تجمعوا لمواساة عائلة الشهيد فادي علون، فيما قامت قوات الاحتلال باقتحام الحي هنا وإطلاق وابل من قنابل الصوت حتى هذه اللحظة. إذا مشاهدينا الكرام نتابع في هذه اللحظات، نعم تفضل يعني. نعم نذكر يعني بأن هذا المشهد هو مشهد شبه يومي يعيشه أهالي العيسوية هنا في مدينة القدس المحتلة. أنا أرجو أن تنتبهي. إذا مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء طبعا نتمنى السلامة للزميلة هناء محميد، يبدو أن إحدى القنابل التي أطلقتها قوات الاحتلال في هذه الأثناء قد أصابت الزميلة هناء محميد، وطبعا نتمنى لها السلامة طبعا لهناء. إذا مشاهدينا الكرام هذا اعتداء واضح، تم استهداف مراسلة الميادين هناء محميد في هذه الأثناء في بلدة العيسوية، حيث اقتحمت منذ قليل قوات الاحتلال منزل الشهيد الفلسطيني فادي علون بعد إصابته بعد رصاصات أطلقتها قوات الاحتلال. إذن في هذه الأثناء يتم نقل الزميلة هناء حميد مراسلة الميادين بعد إصابتها بإحدى القنابل الصوتية التي أطلقتها قوات الاحتلال باتجاهها.